السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي المتواضعة والمتنوعة قناة عالم مساكي. درس جديد ان شاء الله في القناة، واليوم لعشاق الكروشي. اليوم درس خاص بعشاق الكروشي ان شاء الله يا ربي. غنشارك معاكم درس ديال السبولة او لا الضفيرة، كل واحد وشنو كيسميها. يعني في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تلقاو الطريقة كيفاش تخدموا الضفرة او السبولة نص طوق، لان كاين اللي كيعمل جلابة كاملة، ولكن في هذا الفيديو غادي تلقاو ديال نص طوق مع الضرس في الجناب ان شاء الله يا ربي. نتمنى الفيديو يرقكم وتستافدوا منه، وكما العادة ما تنسونيش من لايك ومن الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد، ولما لا من البارتاج باش تعم الفائدة. ومرحبا بكم مرة اخرى، ونبدأ على بركة الله. Thank you.